استخراج الملفات المطلوبه، المطلوب حفظها، اللي هو هنا استخراج الملفات المطلوب حفظ الاوراق بها، لازم تكون مرتبه ومرمزه هذه الملفات حتى يتم، حتى تسهل علينا عمليه استخراج هذه الملفات بشكل سريع. رابعا خطوات ايداع الاوراق في الملفات، هنا حنشوف يعني اللي هي كلها هنحكي عن اللي هو فيها هذه الخطوات، ترتيب الأوراق وإيداعها في المكان المخصص إلها، ترقيم الأوراق بالرقم التسلسلي، يعني أنا بوضع الورق حسب الرقم المتسلسل اللي هو كل ما تجينا ورقة ما احنا قلنا فيه إلها رقم متسلسل بوضعها في المكان المناسب، إثبات اللي هي الأوراق في قائمة المحتويات حتى أو قائمة الفهرسة حتى تسهل علينا عملية الرجوع إليها عند الحاجة. خامسا إجراء المراجعة اللازمة، أن الأوراق واجب حفظها. أنا يعني في بعض اللي هي المسودات ممكن إحنا نتخلص منها، لكن في بعض الأوراق ضرورية والواجب حفظها بدي أرتبها في المكان الصحيح. الأوراق اللي هي لازم تكون مفهرسة، الأوراق لازم تكون موضوعة في الملفات الخاصة بها، كل ملف اللي هو بتعلق بالأوراق اللي هي أو الوثائق أو المسندات اللي بتتعلق بالملف لازم تكون أنا أعطي اللي هي كمان رقم تسلسلي سليم اللي هي الملفات حتى نوصل إلى الرقم الصحيح أو الورقة المطلوبة. هذه كلها بعمل قائمة محتويات برضو بتسهل علينا عملية الوصول إلى الملفات بشكل سريع. سادسا إعادة حفظ الملفات في الأماكن المخصصة لحفظها، إذا كانت الأوراق المراد حفظها تحتوي على أكثر من موضوع أو كانت تتعلق بأكثر من شخص تلتزم هنا تستلزم اللي هو الضرورة لحفظها في جميع الملفات التي تتعلق حتى تكون متوفاة اللي هي في هذه اللي هي الملفات في أماكن اللي هو المخصصة لعملية الحفظ. ممكن احنا يتم عملية تصوير الأوراق المراد حفظها، بتحفظ كمان الأصل في الملف الخاص في أهم الموضوعات اللي هي بتضمن في الأوراق، يحفظ اللي هي الصور في الملفات الخاصة بها مع التأشير عليها بعنوان أو اسم الملف المحفوظ به الأصل ورمز ورقم والصفحات التي تحملها. يعني احنا ممكن لما بدي اخذ صورة عن هذا اللي هو المحتوى أو الورقة اللي بده يتم عملية حفظها برضو لازم يكون أعرف وين بدي أوضع هذه اللي هي الصورة، وإذا كان أنا ماخذ صورة من طبق الأصل بدي اكتب برضه رقم والكذا حتى اتاكد من اللي هو هذا الورق بشكل صحيح ووضعه في المكان الصحيح. هذه اللي هي اجراءات فتح الملفات الجديده. في عندي اجراءات بالنسبه لفتح الملفات الجديده، يعني احنا ممكن اللي هي مثلا في عندنا اللي هي الاجراءات هنا تحديد رقم الملف الجديد، أعداد بطاقات الفهارس اللازمة، تجهيز وإعداد الملف وحفظه. هذه الآن هنشوف كيف. ألف بيحكي عن إجراءات فتح ملف موضوع جديد. لما نيجي إحنا بدنا نفتح ملف موضوع جديد يقوم الموظف بالحفظ التالي. أول حاجة تحديد رمز الملف الجديد، تحديد التقييم اللي هو الفرع الذي يتبعه هذا الملف، تحديد رمز آخر للملف اللي هو التقييم من الفهرس اللي هو المصنف، رمز الملف الجديد وهو الرقم التالي للرقم آخر ملف. فهنا حنشوف بالنسبة لهذه اللي هي النقاط، يعني إعداد بطاقات فهارس لازمة، إعداد وتجهيز ملف حتى اللي هو هنا بغض النظر، يعني إعداد بطاقات الفهارس اللازمة بدنا نحدد حسب مركزية أو لا مركزية الحفظ، فهذه نقطة مهمة جدا. يعني بعض اللي هي مؤسسات ممكن تحفظ مركزيا وبعض المؤسسات اللي بتحفظ بالطريقة اللا مركزية، كل قسم بيحفظ لوحده،
فبنعمل بطاقات فهارس حتى تسهل علينا عملية اللي هو عملية الحفظ. تجهيز الملف وكتابة عنوان واسمه، كتابة رمز الملف عليه، إعداد قائمة محتويات الملف. يعني هذه كلها لما بدي أجهز ملف بدي أكتب اسم ملف، بدي رمز ملف، ممكن أفهرس هذا الملف، ممكن أعمل بطاقة لهذا الملف زي عند الأطباء بيعملوا اللي هي بطاقات للمرضى بأسماء المرضى بأرقام متسلسلة حتى تسهل عليهم.